السلام عليكم. عقد الرئيس عبد الرب منصور هذه الليلة الماضية اجتماعا استثنائيا لكبار قادة الدولة والحكومة، وقف خلاله أمام التطورات الخطيرة والإجراءات المهددة للوفاق الوطني من جانب الانقلابيين والذين أعلنوا عن تأسيس مجلس سياسي ودعوا مجلس النواب للانعقاد. موقف الرئاسة اليمنية يأتي قبل يومين من اجتماع محتمل لمجلس النواب والذي قد يمثل نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة اليمنية. البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي والذي تلاه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي تضمن ما يكفي من التوضيح الذي يجعل من دعوة الانقلابيين خطوة باطلة من الأساس، لكن البيان لم يتضمن الإجراءات التي قد يتخذها الرئيس في حال مضى الانقلابيون في مخطط الانقلاب وتوريط مجلس النواب في مهمة غير دستورية ومخالفة للوثيقة التي منح بموجبها التمديد لفترته، لكنه تضمن دعوات صريحة للمؤسسات البرلمانية العربية بتجريم النواب الذين قد يتورطوا في المهمة الانقلابية. وفي ظل انسداد الأفق هذا، ثمة أسئلة ملحة حول طبيعة الإجراءات التي قد نراها خلال المرحلة المقبلة من جانب السلطة الشرعية أو الانقلابيين، وعما إذا كان المجتمع الدولي سيضع ثقله لوقف التدهور المريع في مسار الأزمة اليمنية. الإجابة على هذه الأسئلة ستكون محور اهتمام هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ النقاش ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. حل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة. بعد اشتعال الجبهات، ها هو أوار المواجهة السياسية يشتعل أيضا بين السلطة الشرعية والانقلابيين على نحو يكاد يعصف بأحد أهم المؤسسات الدستورية التي تقوم عليها عملية الانتقال السياسي في اليمن، مجلس النواب. البيان السياسي الصادر عن الرئاسة والحكومة والذي تلاه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي استبق انعقاد محتمل لمجلس النواب السبت المقبل بدعوة من الانقلابيين. البيان وصف دعوة كهذه بأنها مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاك صارخ لهما وتهديد للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين، وتساهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون. قال البيان الرئاسي إن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 من نوفمبر 2011، والتي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله. تذكير يحمل مؤشرات خطيرة على إمكانية ذهاب مواجهة سياسية كهذه إلى أبعد من مجرد الوعظ الدستوري، ما قد يعني أن الخطوة التالية قد تعني التضحية بدور مجلس النواب إذا ما قرر أعضاؤه خيانة القسم الدستوري وفصلوه عن سياق العملية السياسية ومرجعياتها الثابتة. الخطوة الاستباقية للرئاسة جاءت محصلة مداولات الاجتماع الاستثنائي الذي عقد برئاسة الرئيس عبد الرب منصور هادي وحضره كبار قادة الدولة. تطورات سياسية تجري على وقع انفجار هائل للأوضاع العسكرية ميدانيا، ما يعني أن البلاد دخلت منعطفا هو الأخطر في ظل غياب أي أفق سياسي إثر الفشل الذريع لمشاورة الكويت، والذي ألقى بظلاله على المهمة المستحيلة للمبعوث الأممي لإعادة إحياء مسار يكاد يدفن تحت ركام الممارسات الكارثية للإنقلابيين. إذن بداية مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل مسلي. مساء الخير دكتور. مساء النور عليكم. أهلا بك دكتور عادل. هذا البيان السياسي لكافة مكونات النظام السياسي في السلطة الشرعية، كيف قرأت أنت البيان بشكل إجمالي؟ أعتقد أنه خطوة مهمة جدا لتوضيح ملابسات ما يحصل في اليمن على اعتبار أن هناك انقلاب يمارس عمل انقلابي بالفعل، وهو الآن يحاول أن يضفي على الانقلاب بهذه الخطوة التصعيدية الخطيرة التي تأتي في خضم مفاوضات الكويت، والتي هناك تشهد حضور دولي وضغوط دولية وإقليمية ورغبة مسبقة من الحوثي بالتسليم بتنفيذ القرار. تأتي هذه الخطوة التصعيدية كتوجيه صفعة للمجتمع الدولي وللقائمين على المفاوضات، واعتقد أنه كان لابد من الحكومة الآن أن تعطي ملاحظات مهمة حول ملابسات هذه الخطوة التصعيدية، ومن شأنها أن توضح للموقف في اليمن وخاصة لمجلس النواب ولكل شرائح المجتمع اليمني وللطيف الواسع في اليمن، وتفضح تماما هذا التصلب الحوثي أمام أولا الموقف من المفاوضات، أمام أيضا الموقف من المرجعيات المهمة، أمام
محاولة توريط مجلس النواب في عمل غير شرعي ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا العمل الإنقلابي. حقيقة العمل الإنقلابي هو الفعل الإنقلابي يقوم أولا لا يستند على أي مرجعيات، هو خارج أي مرجعيات وليس له أي سند من دستور، وبالتالي العمل الآن التي يحاول الآن جمع مجلس النواب هو لا يستند أيضا لدستور، باعتبار أن المبادرة الخليجية عطلت تماما الدستور وعطلت أيضا مجلس النواب ونقلت صلاحيات إلى رئيس الجمهورية، وأيضا هناك المادة 105 من الدستور تعطي كامل الصلاحية في ممارسة السلطة لرئيس الجمهورية. أعتقد أن هذه خطوة تصعيدية تضم إلى العمل الإنقلابي ذاته وإلى ممارسة وتجاوزات الإنقلابيين سواء في على الصعيد السياسي في مبادرات الخليج الكويت، وهذه الخطوة التصعيدية التي تعتبر نسف لكل مبادرات السلام، وأيضا على مستوى العسكري والخروقات والتجاوزات المستمرة والتصعيد والتحشيد في كل المحافظات. طيب ما دلالة توقيت هذا البيان، خصوصا أن هناك فشل غير معلن في مشاورات الكويت، وهناك أيضا تطورات عسكرية تتم يوما بعد آخر على الأرض؟ حقا التزامن هذا القرار يأتي مع التصعيد الكبير من قبل قوة التحالف ومن قبل الشرعية بعد ما تأكدت تماما وتأكد المجتمع الدولي بعدم وجود الرغبة لدى الانقلاب. حقا المجتمع الدولي كان يضغط على الشرعية وعلى التحالف بإرجاء اقتحام صنعاء واستكمال السلام وإعطاء فرصة أخيرة للانقلاب ومحاولة إخراج اليمن من أزمتها عن طريق المفاوضات، وهذا ما استجابت له الشرعية ودول التحالف. ومضينا أكثر من شهرين في مفاوضات طويلة جدا، هي الأول من نوعها في مفاوضات الكويت، لكنها حدث الآن هذا الحدث المزلزل التي يعتبر كما قلنا الصفعة لهذه المفاوضات والوجود الدولي والإقليمي بهذا التصعيد الخطير الذي تمثل في إعلان المجلس والآن الدعوة للمجلس النواب. أعتقد أنه تماما رسالة موجهة للمجتمع الدولي وللقائمين على السلام، وبالتالي كان لابد من هذه الخطوة التصعيدية التي تقوم بها الآن قوة الشرعية والتحالف بهذا التحشيد الكبير وهذا الهجوم الذي الزحف باتجاه صنعاء. أعتقد أن هناك جيوش قرارة للمقاومة ولجيش التابع للشرعية وأيضا لقوات التحالف في التحليق المكثف والواسع وضرب مفاصل الجيش حول صنعاء وفي صنعاء، ونعرف أنه أقل قوات الرئيس المخلوع صالح هي في صنعاء، وأن الحزام القبلي حول صنعاء هو الذي يعول عليه في تجييش هذه القبائل والهجوم على الجبهات بشكل عام في كل الوطن، وبالتالي أيضا الحركة الحوثية تعول على هذا الحزام القبلي الكبير وعلى صنعاء. الآن التقدم الكبير حقا كانت المقاومة تتعطش للزحف باتجاه صنعاء، لكن كان الإرجاء بسبب أيضا إعطاء فرصة لمفاوضات السلام. وصول مفاوضات السلام إلى هذا النفق المسدود بهذه الخطوات التصعيدية أعتقد فتح الباب على مشرعي للعمل العسكري، والآن هو يسير وتدور روحها الآن في صنعاء، وهناك تقدم ملفت باتجاه صنعاء. طيب هذا العمل العسكري لربما ترافقه أيضا أعمال سياسية أخرى من بين هذا البيان الذي تم من قبل السلطة الشرعية ممثلة بالرئاسة والحكومة، ما هي أبرز النقاط التي استخلصتها من هذا البيان؟ ما الذي أرادته الشرعية من هذا البيان بالإضافة إلى الرد على محاولات الانقلابيين يعني السياسية التي يقوموا من خلال مثلا طلب الانعقاد البرلمان وأيضا إعلانهم للمجلس السياسي؟ أعتقد أنه بالنسبة لقوى الانقلاب وصلت إلى نفق مسدود أولا عن طريق الهزائم العسكرية المتتالية ووصول أيضا قوة الشرعية والتحالف إلى مشارف صنعاء ثم أرجعته وذهبت إلى المفاوضات. أيضا على المسار السياسي وصلت إلى نفق أيضا مسدود عن طريق حشر الانقلاب وسط ضغوط دولية وإقليمية بعد ما يربو من شهرين والضغط في صدد تنفيذ القرار 2216، وجد الانقلاب نفسه محشورا في مفاوضات الكويت بتنفيذ القرار. وأيضا على المستوى العسكري قلنا هزائم وخسران أكثر من 80% من الأرض حررت وهي بيد التحالف والآن هي على مشارف صنعاء. أيضا على المستوى الاقتصادي هناك انهيار كامل لمؤسسات الدولة، وهناك الدولة على مشارف الإفلاس، هناك على كل المستويات أعتقد هناك انكسار وهزائم متتالية. أعتقد أنه هذا النزعة الانتحارية التي قامت
بها قوة الكيان الانقلابي هو في هذا التصعيد الخطير، وهو رد على كل هذه الهزام ومحاولة نقل المعركة إلى مربع آخر. لكن أعتقد أن قوة الشرعية الآن ترد بشقيها العمل العسكري، وهو الآن يتقدم بشكل متسارع باتجاه صنعاء، وهذا أيضا الخطوة وهذا البيان الذي يحاول أيضا أن يوضح ويضع النقاط على الحروب سواء لمجلس النواب وللمجتمع بشكل عام، وأيضا يحاول أيضا أن يعطي ويوضح الصورة للإنقلاب بأنه عمل غير شرعي، وهو أيضا كان غير شرعي خارج المرجعيات، وأن هذه الخطوة التصعيدية أيضا ستضع الإنقلاب أمام أيضا المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي وأمام مرجعيات وأمام القرار 2216 وأمام المبادرة الخارجية والحوار الوطني وكل هذه المرجعيات التي يحاول الآن الإنقلاب نسب كل هذه المرجعيات، وهو خطوة تصعيدية خطيرة جدا ستنقلنا إلى مربع يجد الإنقلاب اصطفاف إقليمي وعالمي ووطني، وهو الآن هذا المجتمع الدولي يضغط قلنا وكان يضغط في السابق على إعطاء فرصة لاستكمال المفاوضات وإعطاء فرصة للإنقلاب من خلال المفاوضات. أعتقد أنه الإنقلاب الآن ينسف كل هذه المحاولات ويجعل الخيار العسكري هو الخيار الأمثل في معالجة الأزمة اليمنية. يعني الحكومة والشرعية اليمنية تحاول دائما كما يبدو أن تعطي المسار السياسي نوعا من الزخم الأكبر على الرغم من التعنت المستمر للإنقلابيين. الآن في هذا البيان تلاه رئيس الوفد التشاوري الوفد التفاوضي في مشاورات الكويت وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، ما دلالة أن يقوم بذلك وزير الخارجية في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام؟ حقا كما ذكرت حقا الحكومة كانت تولي ولا زالت والشرعية والتحالف الجانب السياسي هو اهتماما كبيرا على اعتبار أنه سيجنب اليمن كثير من الخسائر وكثير من الأرواح وكثير من التضحيات. الحكومة تتعامل بمسؤولية كبيرة جدا تجاه الشعب اليمني، وهي تحاول إخراجه من أزمته عن طريق المسار السياسي، وهناك حقا حتى الضغوط الدولية ترى أن الخروج من الأزمة اليمنية لن يكون إلا بحوار وحوار سياسي وعبر المفاوضات، وبالتالي لهذا كان صبرها كبيرا، ولهذا أيضا دول التحالف أعطت هدنة واسعة وكبيرة في محاولة أيضا، والمجتمع الدولي كان يصطف خلف هذه المبادرة وأعطوه فرصة ما زاد عن ما يربو عن شهرين في مفاوضات الكويت في محاولة منهم لمحاولة إنقاذ اليمن وإخراجها من النفق المسدود، لكن الحوثي تجاوز كل هذه الأطر الشرعي والإقليمي، وبدأ الآن حقا نفذ صبر المجتمع الدولي والإقليمي ينفذ في هذه الخطوات التصعيدية، ونشهد الآن تصعيد خطير من قبل قوى التحالف وتكثيف لعملية طريان والضرب في صنعاء ومحيطها، وأيضا تقدم كبير وهائل لقوة المقاومة، وأيضا هذا البيان السياسي نشهد هناك تصعيد هائل وخطير وتوتر واحتقان وذعر ورعب ينتشر في صفوف صنعاء والانقلاب، لأنه فعلا قلنا استنفد كل أوراقه وبدأ يتخطى كل الخطوط الحمر بهذه ويضع المجتمع الدولي والشرعية وأيضا التحالف أمام هذه الرهانات وأمام هذا الخيار، وبالتالي الآن لا تجد أعتقد أنه الخيار الآن هو الخيار العسكري، وبهذا يأتي أيضا رئيس الوفد وزير الخارجية في هذا الموقف أيضا ليوضح ويستثمر هذا البعد وهذه التصعيد الخطير من قوى الانقلاب، ليوضح أيضا لوسائل الإعلام وليوضح أيضا للمجتمع الدولي ويضعه أمام مسؤولياته أمام هذا التصعيد الخطير وأمام هذا الخروج عن كل المرجعيات وعن كل القرارات التي مطالب دعنا نثري النقاش أكثر. ينضم إلينا الآن البرلماني الأستاذ شوقي القاضي. مساء الخير أستاذ شوقي. مساء النور والعافية لك وضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ شوقي. البرلمان يعود إلى الواجهة من جديد، لربما هناك من يقول أن الانقلاب يحاول استخدام البرلمان كورقة لنسف المبادرة الخليجية التي مددت وقت البرلمان، هل هذا ما يحدث فعلا أم أن هناك أشياء أخرى لا تظهر للمشاهد للمشهد السياسي اليمني؟ يا أخي العزيز بصراحة أنا أستغرب جدا 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 من إثارة هذا الموضوع. حصل في اليمن انقلاب، اختطفت الدولة بكل مؤسساتها، ألغيت مؤسسة الرئاسة، ألغيت مؤسسة الحكومة، ألغي البرلمان، ألغيت كل المؤسسات، واختطفت اختطاف في ظاهرة سياسية ومسمى بانقلاب. وبالتالي أنا أستغرب جدا جدا، اختطفت بلد بكلها ثم يأتي نثير حول
دعوة برلمان، البرلمان مختطف أصلا. يا عزيزي هذه الخطوة لها ثلاثة أهداف واضحة. الهدف الأول هو ترتيب العلاقة بين الحوثي وصالح، ومن حقهم أن يرتبوا علاقتهم كما يشاءون، لا علاقة مطلقا للبلد بمشروعيته وشرعيته بعلاقة انقلابيين مع بعضهم. ربما كانوا يرون أن طرف يرى أن هناك ضيم على طرف، فأرادوا أن يرتبوا الموضوع بعلاقة معينة. الأمر الآخر هو رسالة تصعيد، واضح طبعا كانت المشاورات تجري في الكويت، وكانت هناك مقترحات لحلول سياسية، ثم يأتي ما سمي بالمجلس السياسي وما سميت بدعوة البرلمان. واضح تماما في مثل هذه الأمور كان ينبغي أن ترسل رسائل تعزيز الثقة ومد يد السلام وحسن الظن وإلى غير ذلك، لكن للأسف كان ما كان، وهو تصعيد واضح، يعني رسالة واضحة للمجتمع الدولي، رسالة واضحة للجميع بأننا نصعد لا نبالي بشيء. ماذا عن النقطة الثالثة؟ نعم، الهدف الثالث هو بصراحة وضوح تمام، رسالة واضحة تماما من الانقلابيين بأن هناك ضوء أخضر من بعض مكونات المجتمع الإقليمي وبعض مكونات المجتمع الدولي، ولولا هذا الضوء الأخضر لما اتخذت مثل هذه الخطوات. ولهذا بصراحة علينا بدلا أن نناقش موضوع المجلس السياسي الذي يعني اختاروه وموضوع دعوتهم للبرلمان، كان ينبغي الآن أن نكثف حملة لمعرفة ما هي الإشارات الخضراء التي تبعثها بعض دول الإقليم وبعض الدول المجتمع الدولي الواضحة، لتبقى على أقل شيء مكشوفة لدى الشعب اليمني ومكشوفة لدى الشعب العربي ومكشوفة للمجتمع كله، للمجتمعات كلها، بأن هناك أطراف عابثة تريد أن يردموا اليمنيين، لا تريد مطلقا للسلم أن يصل إلى اليمن، لا تريد توافقات، لولا هذه الأطراف لما عبثت هذه المكونات مطلقا. طيب الآن بحكم تفضلت به أنت بأن هذا أساسا عملية الانقلاب تمت على الشرعية وكذلك على البرلمان وعلى الدستور بشكل عام من قبل الانقلابيين، إذن لماذا قامت الشرعية اليمنية بإصدار بيان وكذلك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية لتفنيد الكثير مما جاء في خطابات الانقلابيين على مدى الفترة الماضية؟ بصراحة لست مطلقا مع كل هذه الضجة، حتى من وزارة الخارجية كان يكفي فقط لا غير رسالة فقط لا غير للمجتمع الدولي بأنه مثل تشييد، يعني كما نقول في الخصومات الفردية، أنه اشهدوا على أن هذه الخطوة التي يعني قاموا بها إنما هي من باب تصعيد، وإنما هي من باب عدم لا مبالاة بالمجتمع الدولي وإلى آخره، فقط لا غير، يكفي كان رسالة فقط لا غير. أما هذه الضجة كلها فبصراحة أعتبرها مهزلة وانجرار وراء المهزلة. دولة بأكملها قد اختطفت، يعني ونحن الآن نضيق في موضوع برلمان يعني يطلب منه أن ينعقد أو مجلس سياسي أنشأوا يفعلوا ما يشاءون. يعني الآن لا خطورة على لا خطورة شرعية أو لنقل قانونية من أي محاولات لانعقاد البرلمان في هذا الوقت، أفهمك؟ يعني أنا لو 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 قلبت سؤالك إلى سؤال، هل هناك خطورة على الدولة في أن تصدر الرئاسة اليمنية المختطفة في صنعاء وليس المختطفة في وليست الشرعية في مكان آخر؟ يعني هل سيكون هناك خطورة؟ ليس هناك، كما يقال ليس هناك ذنب أكبر من الكفر، ونحن نقول ليس هناك ذنب أو خلل أو جريمة أكبر من الانقلاب. كل ما بني على الانقلاب فهو باطل، وانتهى القضية. طيب الآن يعني هناك كثير ممن يتحدث لتحليل هذه الخطوة التي قام بها وزير الخارجية والبيان السياسي للحكومة الشرعية والرئاسة، يعني مكونات السلطة الشرعية في اليمن، يقولون أن هذا نوع من الغطاء السياسي لعمل عسكري قد يتم في غضون أيام على الأرض. هل يمكن قبول هذه الفكرة؟ غطاء سياسي من من؟ غطاء سياسي الشرعية اليمنية لتقدم على عسكري على الأرض من قبل الشرعية في نهاية المطاف. يا أخي نحن في اليمن في حالة حرب، إما أن يحتمل الأمر عسكريا وإما أن يحل سياسيا. بقاء هذا الوضع على ما هو
من سفك دماء الأبرياء، من قتل، من ضياع بلد، من تدهور أحواله كلها، يعني بكل ما يقال فيه من خطورة، ثم يقال بعض هذا الكلام الذي لا نفهمه. لدينا خياران، الخيار الأول هو أن يصلوا إلى توافقات سياسية يعني حاسمة وفي زمن معلوم. جربنا هذه الخطوات للأسف، جرب في أكثر من مكان، آخرها في الكويت، لم تجدي مطلقا. ما الأسباب؟ لا ندري بالضبط. تعامل الطرف الانقلابيين أكيد واضح تماما، لكن أيضا أنا أشير بأصابع الاتهام وأكرر بأن هناك مكونات في المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي يريد لهذه الأوضاع أن تبقى بلا حلول. الآن نحن أمام الخيارين، الخيار السياسي نريده وهذا ما نتمناه ونحبذه، وأن تعصم الدماء وأن يترك ما بقي من هذا البلد لأبنائه، لكن إذا بقي هذا التعنت لابد من حسم عسكري وينتهي الموضوع. أما أن يقال أن هذه الرسالة من وزير الخارجية من أجل الحسم، هذه كلها وعود ومواعيد لا ندري بالضبط ما وراءها. طيب بسؤال أخير سيد شوقي القاضي، هناك الآن يعني هذا ما تفضلت به من أن هناك نوع من الغطاء الإقليمي الذي يستمد من خلاله الانقلابيين نوعا من الزخم لما يقومون به على الأرض، هل من خوف للناس أو المواطنين الذين يقبعون تحت سلطة الانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها بالأساس نوع من التصديق أو يعني نوع من إفشال أي جهود للسلطة الشرعية لإخراجهم مما هم في نهاية المطاف؟ هل تؤثر الخطوات الأخيرة للانقلابيين في ذلك؟ طبعا 100%، لكن دعني أوسع. خوف المواطنين في الجمهورية اليمنية كلها بلا استثناء، وأنا هنا أجدها فرصة لأنبه بأن الشرعية التي حررت محافظات متعددة للأسف لم تصنع مدن فيها نموذج لليمنيين لكي يطالبوا ويتشوقوا ويصطفوا في جبهة الشرعية. ليس هناك نموذج. عدن لا زالت في وضع يعني واضح تماما، المحافظات المحررة الأخرى في أوضاع لا تحسد عليها. ما الفارق إذا لدى المواطن؟ ما الفارق؟ بل إن هناك بعض المواطنين من يرى أن صنعاء بالنسبة له أأمن من عدن. يعني أنا لا أريد مطلقا هنا أن أخبي مثل هذه الحقائق التي صارت حقائق. إذا يا أخي الكريم، بالنسبة للمواطن وضعه في الجمهورية اليمنية كلها بلا استثناء وضع مقلق ووضع مخيف. ما على السياسيين إلا أن يحسنوا يعني يتقدموا بخطوات، وإلا فإن الحلول العسكرية هي المطلوبة لكي يحسم مثل هذا العبث في هذا البلد وينقذ المواطنون من هذه الأوضاع. البرلماني والقانوني أستاذ شوقي القاضي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. وقبل أن أعود بالنقاش إلى الدكتور عادل مسني، نذهب وإياكم سادة المشاهدين إلى هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور عادل، كان حديث البرلماني شوقي القاضي واضحا في أن هناك ثلاث نقاط يريد الحوثيون بها الاستفادة من قراراتهم وتصرفاتهم الأخيرة: ترتيب العلاقة ما بين الحوثي والصالح، إشارة إلى تصعيدهم في على الأرض، وكذلك رسالة من الإنقلابيين أن هناك ضوء أخضر من قبل جهات في الإقليم تتوافق ومشروعهم. هل تتفق أن هذه فعلا النقاط التي يريد الإنقلابيون توجيهها للمجتمع بشكل عام؟ بلا شك، إضافة إلى أن الانقلاب يعاني من أزمة نفسية كبيرة، وأيضا عقدة المنشار في الانقلاب هي في غياب الشرعية، على اعتبار أن هناك مرجعيات كثيرة تصنفه بهذا الشكل أنه انقلاب، وبالتالي هناك قلنا اصطفاف دولي وإقليمي كبير، وكان يحشره في مؤتمر الكويت بتنفيذ هذه المرجعيات، وبالتالي وجاء أزمة سياسية كبيرة واصطفاف كبير ومرونة كبيرة من قبل الشرعية في التعامل مع هذا الملف، استطاعت أن توضح للمجتمع الدولي وتقنع المجتمع الدولي بشكل كبير إلى
تجاوزات الانقلاب والضغط أيضا واستثمار تجاوزاته الكبيرة في الميدان في الضغط عليه وتنفيذ القرار، هذا جانب. هناك أزمة أيضا قلنا اقتصادية كبيرة والبلد مشرفة على هلاك مدمر ومدى العوز والفقر والمجاعة تنتشر بشكل كبير جدا وصلت إلى حالة من الإفلاس الكبير وعدم والعجز عن عدم إدارة الدولة مستقبلا. بالتالي هذه أزمة أيضا الانكسار والتراجع العسكري المستمر، وهناك جيوش الآن على مقربة من صنعاء، لولا أن الفرصة في إعطاء في الانتقال إلى المسار السياسي والمفاوضات لسقطت صنعاء منذ سوف. أعتقد أن هناك انكسارات على كل المسارات، وبالتالي أوصلت الانقلاب إلى هذه الخطوة التصعيدية وإلى هذه النزعة الانتحارية التي أعتقد أنا نزعة انتحارية، وهي محاولة للإفلات والهروب من الاستحقاقات سواء السياسية التي الآن كانت في الكويت وكانت حشرته في زاوية تنفيذ للقرار. أعتقد أن هذه الخطوة التصعيدية أرادت أن تتفلت وتتملص كعادتها من هذه الاستحقاقات بتدشين هذا الحدث الكبير ونقل أيضا المعركة إلى مربعات أخرى بعيدا عن المركعيات. أعتقد أنه حرف بوصلة الصراع، وهذا أيضا ضالع في دول في الإقليم ودول في المجتمع الدولي في محاولة حرف بوصلة الصراع عن المرجعيات الراسخة والكبيرة والتي كانت نجحت الدولة والشرعية في محاولة إقناع المجتمع الدولي وتنفيذ والضغط على تنفيذ على القوى الإنقلابية في تنفيذها سواء في مؤتمر الكويت أو من خلال أيضا الصبر الكبير والهدنة التي قدمتها دول التحالف وأيضا الشرعية في محاولة ضبط النفس والتعامل مع القروقات الحوثية الكبيرة التي حاولت تفجر الموقف وتفخخ الأزمة. لكن يعني بشكل عام هذه الخطوة التي قام بها الإنقلابيون ما يسمى بالمجلس السياسي وجهت بالرفض من قبل الأمم المتحدة، وين استمرت بعدها المشاورات في الكويت ومن ثم أعلن عن توقفها، وكذلك أدينت من قبل الكثير من الدول. فما هو مقدار يعني الوقوف الإقليمي وكذلك الدولي مع الإنقلابيين سياسيا من وجهة نظرك؟ لا بلا شك أعتقد أنه أقصد أنه المجتمع الدولي ملزم بتنفيذ قرار خاصة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الدول الكبرى أيضا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة قرار 2216 وأيضا المرجعيات المبادرة الخارجية والشرعية اليمنية الممثلة في الانتخابات. وبالتالي أعتقد أنه المواقف الدولية تخرج عن هذا المزاج وعن هذا الموقف، وبالتالي هي مطالبة أيضا بتنفيذ، وهي كانت في حقيقة في مؤتمر الكويت تضغط في اتجاه أيضا على القوى الانقلابية تنفيذ هذه المرجعيات، وهو كانت هناك حقيقة خلال فترة طويلة جدا التي حاول الحوثيين فتح ملفات كثيرة جدا وتفاصيل كثيرة جدا لاستنزاف الوقت وتفخيخ عملية المفاوضات والانتقال إلى تفاصيل كثيرة جدا تضيع فيها ضيعت فيها الوقت الكبير وحاولت تتملص حقا من هذه الاستحقاقات. لكن أعتقد أنه كان هناك صبر كبير ومرونة كبيرة من قبل الشرعية وتنبه وتيقظ كبير لكل هذه التفاصيل، وحاولت في نهاية المطاف الضغط مع المجتمع الدولي والإقليمي على الحوثي في تنفيذ وجدولة لهذه المسائل والتنفيذ. وبالتالي أعتقد أنه الحوثي وجد نفسه في هذه المربع الذي لا يريد أصلا القبول به باعتبار أنه أصلا هو كيان انقلابي تمرد على هذه الشرعيات وأحدث هذا الفوضى الكبيرة في اليمن والاحتراب، وهو من أدرج اليمن في هذه الفوضى العارمة. وبالتالي هو لا يريد الخروج من هذه الأزمة، يريد التصعيد ويستثمر التحشيد القبلي والتصعيد باستمرار لأيضا ينفذ من خلال هذه الجريمة، وأيضا يحاول أيضا ممارسة السلطة بهذا الشكل الذي لا يستند لأي قانون ولا أي مرجعية. تعتقد أنه الكيان الانقلابي في أزمة حقيقية، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة عسكرية، والتصعيد الآن الخطير من قبل قوى التحالف والتحشيد باتجاه صنعاء سيكون له أيضا وسائل، سيخلق أنماط ووسائل جديدة في الضغط. أعتقد أنه لا زال الباب المفاوضات مشرعا ومفتوحا، والآن الدعوة من قبل الممثل الأمم المتحدة أيضا يدعوهم للعودة، وهذا التصعيد من قبل الدول التحالف يدفع أيضا في الضغط على الحوثي للعودة، ولكن العودة الفاعلة في سبيل تنفيذ القرار. طيب أنت حدثت عن بوادر أزمة وكذلك مؤشرات لدى الحوثيين أن هناك نوع من الضغط لدى الطرف الإنقلابي بطبيعة الحال.
هل يتمثل ذلك ب يعني يقول كثيرون أن هناك تخبط أساسا لدى التصرفات السياسية من قبل الانقلابيين بإعلانهم الدستوري الذي تم إعلانه قبل بدء عاصفة الحزم، ومن ثم الآن عودتهم إلى تجليس إلى تفعيل أو إعلان مجلس سياسي لربما يتطلب والدعوة إلى انعقاد البرلمان، وهو ما انقلبوا عليه بالإعلان الدستوري بكل تأكيد. هذا هل يمثل نوعا من التخبط الذي تتحدث عنه؟ هل هذه من ضمن مؤشرات هذا التخبط؟ بلا شك حقا ما أشرت إليه في إلغاء الدستور واللجنة الثورية ومحاولة حقيقة شرعنة للوجود الإنقلابي، فشل الإنقلاب خلال ما يربو من سنة ونص أولا في تشكيل سلطة تمثل الإنقلاب وإدارة شؤون البلد، فشل أيضا في إيجاد صورة شرعية لإنقلابه، فشل أيضا في إقناع المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي أو في أي من الدول في الإقليم في الاعتراف بانقلابه، بالعكس كان هناك اصطفاف كبير وكان هناك نجاح وخاصة في المسألة السياسية وفي هذه النقطة بالتحديد للشرعية وللمجتمع ولدول التحالف في حشد المجتمع الدولي من خلال أيضا استخراج القرار 2216 الذي يدعم الشرعية في اليمن، وأيضا من خلال المبادرة الخليجية والمواقف الدولية الكبيرة، وأيضا من خلال تدخل عاصفة الحزم في تدعيم وتنفيذ هذه وسند الشرعية اليمنية، كان هناك نجاحات كبيرة جدا. أيضا التعامل المسؤول من قبل الشرعية مع المجتمع الدولي ومع المرجعيات والاستجابة والتعاطي الإيجابي مع كل المرجعيات، وبالتالي هذا النفس الكبير وهذا الصبر اللامحدود مع كل الخروقات لقوى الإنقلاب حقا أقنع المجتمع الدولي بأن هناك شرعية تتعامل بمسؤولية تجاه أيضا ما ألم بالشعب اليمني من خروقات كبيرة وهائلة وأزمات اقتصادية وأعباء كبيرة وكوارث كبيرة يقوم بها الانقلاب. أعتقد أن التعامل المسؤول مع الحكومة وهذا الصبر الكبير والالتزام بالمرجعيات وإعطاء فرص كبيرة للمجتمع الدولي والإقليمي في أيضا التحول للمسار السياسي، فشلت كل هذه الخيارات والرهانات مع القوى الانقلابية التي كانت قلنا تفخخ العمل السياسي والعمل العسكري في الميدان، وبالتالي الآن تأتي هذه الخطوة التصعيدية كصفعة وإنهاء لكل هذه المسارات، وبالتالي تضع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي والشرعية أمام استحقاقات لابد منها وتغليب المسار العسكري. الشرعية لم تحدد من خلال هذا البيان الذي قامت به أي نوع من الإجراءات التي ستتخذها في حال ما استمر الإنقلابيون في يعني تصعيدهم وكذلك في إجراءاتهم وفي محاولتهم لتوريط البرلمان بشكل أكبر وكذلك استمرارهم في الإنقلاب على الدولة. لماذا لم تشر الشرعية إلى هذه الإجراءات التي قد تتخذها في حال صعد الإنقلابيون؟ حقا تركت الباب مشرعان على أكثر من احتمال، وبالتالي هذا جانب. الجانب الآخر هناك رد عملي الآن واضح من خلال هذا التصعيد الكبير والتقدم والزحف باتجاه صنعاء، وهذا حقا يضع الانقلاب أمام خطوة أمام حالة من الرعب والذعر الكبير، وهم يشعروا فعلا بتقدم كبير لقوات الشرعية، وهناك نجاحات وانتصارات وسقوط قلاع مهمة جدا وجبال حصينة على مقربة من صنعاء بعد نهم وفي الطريق أيضا إلى صنعاء، وهناك فرار جماعي يعبر فعلا على الحالة النفسية وعلى الانكسار الكبير في صفوف قوات الانقلاب. أعتقد أنه سيلقي بظلاله على القائم على صناع القرار في الانقلاب، وبالتالي أيضا تزامنا مع هذا التصعيد الخطير ومع هذه الحالة النفسية الرهيبة التي حصلت، هناك أيضا باب مشرعا وهو ترك المجتمع الدولي الباب مشرعا للعودة للمفاوضات، وفي هذا الصدد أيضا يأتي ممثل المتحدة ليدعو أيضا لاستئناف مفاوضات السلام. أعتقد أنه وأيضا يتواصل مع قوى الانقلاب مستثمرا هذه الحالة النفسية وهذا التصعيد الكبير في محاولة أيضا العودة للمفاوضات ومحاولة أيضا تطبيق تنفيذ القرار بشكل فعلي وليس كما كذي قبل. أعتقد أنه هناك رغبة جادة الآن من المجتمع الإقليمي ومن الشرعية في إيصال رسالة مطفحة وموقعة لقوة التحالف عن طريق هذا التحشيد الكبير وعن طريق هذا العمل المكثف للطيران وعن طريق الزحف باتجاه صنعاء، بأن هناك ردود أفعال قوية وقادرة وأن هناك الرغبة في اجتياح صنعاء إن لم يدعن في تنفيذ القرار. وأعتقد أن صنعاء هي القلعة الأخيرة بيد قوى الانقلاب، وهو يشعر بمدى الذعر والخوف والرعب لأن الجيوش الآن على مقربة كيلوات من كيلومترات. طيب يعني لماذا يعني يقوم وفد من حزب المخلوع بزيارة إلى الإمارات وكذلك ظهوره مع نجل المخلوع الذي كان يروج أنه معتقل؟
لا، أنا أعتقد أنه هناك موقف موحد للتحالف والمجتمع الدولي حول هذه الخروقات وإدانتها، وبالتالي لا أعتقد أن هناك طرف معين في الإقليم أو في المجتمع الدولي سيبارك هذا العمل، ومحاولة صالح أو المخلوع في إرباك الموقف، ومحاولة أيضا استغلال أيضا هذه الحركات الطائشة من قبل المخلوع، وهذا أيضا لو تتبعت عمل المخلوع أثناء أيضا العاصفة الحزم مثلا في زيارته المتكررة للسفارة الروسية في محاولة إضفاء نوع من الشرعية ونوع أن هناك ويعطي إيحاء لأنصاره بأنه لا زال يمتلك أوراق قوة وأن له أيضا وله دهاء سياسي معين ممكن أن يحرف بوصلة صراع باتجاهات معينة يريد، هو في حالة نفسية، هو في مأزق حقيقي، هو يواجه الآن حشود كبيرة جدا على مقربة من صنعاء، هناك حالة نفسية مروعة في وسط صفوفه، هناك انهيار كبير في مؤسسة الجيش التابعة له في حزام القبائل، وهي ترى فعلا المقاومة وحشود القبائل، وأيضا الطلعات المكثفة للطيران، وهناك الإنذار الأخير الذي كان أيضا في هذا المفاوضات انسداد المفاوضات ألقى بظلاله إلى فتح الباب على مشروعي باتجاه اقتحام صنعاء، لم يعد هناك مفر أمام صالح إلا التسليم، هو يشعر بحرك كبير، يشعر بأزمة حقيقية، يحاول أيضا إضفاء الشرعية ويحاول الإلحاء لأنصاره بأن هناك أيضا طرق وأن هناك أبواب ممكن يلج منها ويخرج منها سالما. طيب، باعتبارك باحثا في العلاقات الدولية دكتور عادل، ما هو معنى أن تبقي الإمارات العربية المتحدة على نجل المخلوع في أراضيها، وكذلك على السماح له باستقبال وفود من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي جناح المخلوع صالح، الذي شارك في مشاورات ممثلا عن جهة انقلابية في نهاية المطاف؟ بالنسبة لموقف الإمارات، لا يخفى على أحد هناك موقف واضح وصريح لدولة الإمارات من أحزاب الإخوان المسلمين في المنطقة بشكل عام، ولها موقف عدائي متقدم سواء في مصر أو في اليمن أو في غيره، لكنها في التحالف العربي في نهاية المطاف، رغم أنها في التحالف العربي، لكن أيضا لها بصمات واضحة تجاه الإخوان المسلمين، وهذا حقيقة ما يعيب التحالف في الصراع في اليمن. هناك موقف ضد أيضا الوجود الإيراني، موقف ضد الانقلاب، وهناك أيضا خصوصيات، وهناك تبادل الأدوار داخل التحالف. أعتقد أن الإمارات في مسألة الإخوان المسلمين يقلقها كثيرا الإخوان المسلمين في مسألة الصراع في اليمن، هي لها أيضا في الوقت الذي أيضا تحارب الحوثية عينها أيضا على الإخوان المسلمين، هي لا تريد الخلاص من الحركة الحوثية لتقع في مربع الإخوان المسلمين. طيب، هل هذا مبرر من ناحية علاقات دولية ما بين شرعية طلبت تدخلا عربيا وتحالف عربي تدخل لصالح هذه الشرعية التي في الأخير تندرج في إطارها الكثير من المكونات، مهما كانت هي لا زالت في صف واحد أو بشكل موحد؟ أنا لا أبرر للإمارات، ولكن أحاول أن أوصف رؤيتها في الموقف اليمني، لكن بلا شك أنه التحالف مجملا لا يمكن أن ينتصر في مسألة اليمن على الانقلاب ما لم يعيد الحكومة، ما لم يتغلب على مشاكل كثيرة أهمها عودة الفاعلة للحكومة للمناطق المحررة وكسر الحصار عن تعز، وأيضا الملف الاقتصادي والجرحى ودمج المقاومة، هذه قضايا مهمة جدا، وهي قضايا حقيقة براحة اليد بإمكان التحالف أن يعالجها وبسهولة، خاصة وأن 80% من الأرض صارت تحت يد التحالف ويد الحكومة. لا أعتقد أنه الغفال عن هذه الملفات المهمة لمصلحة من المستفيد منها سوى الانقلاب، سوى الحوثي وصالح، وهو بهذا التدشين الخطير يتكئ أيضا على غياب الشرعية، على غياب الحكومة في هذه المناطق المحررة الشاسعة، وكما ذكر الأستاذ شوقي بأن غياب الحكومة هو وعدم وجودها بشكل فعلي في هذه المناطق واتساع مدى العوز والحاجة والفقر في المناطق المحررة، وغياب نموذج حقيقي للشرعية في عدن أو غيرها من المحافظات، هو ما يعطي نوع من الثقة بقوى الانقلاب ويهز الثقة بالشرعية وبالمجتمع وبالتحالف. طيب دكتور عادل، ينضم إلينا الآن الأستاذ زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح. مساء الخير أستاذ زيد. أهلا بك أستاذ زيد. هناك عملية سياسية جاءت منطلقة من ثورة 11 فبراير، كانت المبادرة الخليجية، وصلت إلى مخرجات الحوار الوطني، الآن
هناك محاولة من قبل الإنقلابيين للعودة إلى البرلمان، وهو أحد يعني الأجزاء التي لا زالت نوعا ما تحظى بشرعية في هذه البلاد. هل هذه المحاولة مجدية، خصوصا بعد أن كانوا أعلنوا إعلانا دستوريا وانقلبوا على الدولة بكافة مكوناتها؟ شكرا جزيلا. أولا أقول المقدمات الخاطئة تقود إلى نتائج خاطئة، والانقلاب على المؤسسات الدولة وكذلك محاولة حل مجلس النواب كانت غلطة واضحة، ثم ما ترتب عليها من إشكالات متعددة. هم الآن أدركوا أن هذا خطأ ويريدوا أن يعيدوا الكرة من جديد، ولكن مجلس النواب كما تعلم بأنه أصبح قراراته بحسب المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية بالتوافق، ومثل هذا الإجراء الانفرادي لا يحل الإشكال وإنما يزيد الطين بلة، خاصة أنه الحريات والحقوق صارت منتهكة والسجون مملوءة والحروب تملأ البيئة كلها. كان الأولى أن يتجه هؤلاء إلى إنهاء هذا الوضع الاستثنائي وإطلاق سراح السجناء وإيقاف الحرب في تعز وفي غير تعز، ويعني التفكير الجاد بحلول الأزمة التي ضيعوها في أكثر من 100 يوم في الكويت مع الأسف الشديد. نعم، طيب هناك من يطرح أن الإنقلابيين يحاولون قيام بتحركات ترضي أطرافا معينة في المجتمع الإقليمي لإعطاء نوع من الزخم لتحركاتهم، وربما لتشتيت أذهان المجتمع الدولي والسلطة الشرعية في يعني الدفع بالمسار السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وكافة القرارات المتعلقة. هل هذه الخطوة تقع في ضمن ذلك؟ أنا أقول مع الأسف الشديد أنه موضوع المواطن والوطن والحفاظ عليه صار غائبا، ولا نسمع إلا المزيد من التحريض والقتل والذبح والتعذيب والاعتقالات وإنهاء أيضا الدولة بمؤسساتها جميعا. ولذلك هذه الخطوات هي بالفعل هي محاولة يعني إعطاء يعني مشروعية أو أمل عند من يؤيد مثل هذه الحركة الانقلابية، ولكن في الحقيقة هي ربما تكون أيضا دافعا وحافزا للشرعية أن تقوم أيضا بممارسة واجباتها واختصاصاتها من خلال المناطق المحررة والعودة إليها، وهذا بالإمكان إذا تم الترتيب له حتى تعود المياه إلى مجاريها ولا يستمر هذا الوضع المأساوي الذي يشكو منه الجميع. طيب أستاذ زيد، أنتم كبرلمانيين ما هي وجهة نظركم أو موقفكم إن صح التعبير من قد يجلس أو يجلس في تحت قبة هذا البرلمان ويعطي شرعية لإجراءات تقوم من قبل أو تحدث من قبل أطراف انقلابية؟ أقول مع الأسف أنا في خلال متابعتي أرى بأن الجميع هؤلاء الذين يؤيدون ما يحدث أو يعني الحركة التي خرجت عن الإجماع الوطني أنهم ينظرون من زاوية واحدة ولا ينظرون من جميع الزوايا التي تسببوا فيها في هذه الكارثة التي عمت اليمن من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. وهذا التفكير المحصور في يعني جانب معين يجعلهم لا ينظرون إلى المستقبل ولا إلى معالجة الأخطاء ولا إلى التراجع عن الخطأ، لأنه من الأساس كان يعني الإعلان ما سموه بالإعلان الدستوري ومحاصرة رئيس الجمهورية ومحاولة قتله في عدن، وكلها إجراءات كانت خاطئة ترتب عليها أعمال كثيرة وحروب. ها نحن نشاهد هذه الدماء وتبعاتها التي نتعلم جميعا لها بسبب هذه النظرة
وعندما يعني يأتي هؤلاء وينظروا إلى أن هناك ضحايا في جانب، لا ينظروا أيضا إلى الكارثة التي كانوا سوقا لها في كل أنحاء البلاد، سيظل الخطأ مستمرا. ومع الأسف أنه لا نجد أي صوت عاقل يمكن أن يستمع الناس إليه في مثل هذه الظروف، وحتى ما يقوم به مجلس الأمن أو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، لا أجل يراوح في مكانه ويسير في الاتجاه الذي فيه نوع من المجاملة وعدم الحفظ، وإلا لكنا قد أنهينا هذا الموضوع. وكان المفترض أنه قد أعدنا انتخاب مجلس نواب جديد ورئيس جمهورية من جديد، لكن هكذا الدوامة تستمر لأنه ليس هناك يعني لا توازن ولا عقل ولا حرص على اليمنيين وعلى دمائهم على سبيل السبيل. إذا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الأستاذ زيد الشامي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. دكتور عادل، بأقل من 30 ثانية، ما هو المتوقع سياسيا في الأيام المقبلة؟ أعتقد أنه التصعيد سيستمر، التصعيد الآن الرهان على التصعيد العسكري على خلق حالة من الذعر والرعب والهلع في أوساط الانقلاب، تستثمر في مزيد أيضا مع التواصل الإقليمي والدولي مع القوى الانقلاب من خلال هذه الحالة النفسية، ومن خلال التقدم الكبير باتجاه صنعاء والإيحاء بأن اجتياح صنعاء أمر وارد. وأعتقد أن الأمور ستدافع بهذا الاتجاه حتى تؤثر على معنويات الانقلاب وتسير أيضا وتعود إلى المفاوضات، وخاصة أن باب المفاوضات لا زال مشرعان، ومحاولات أيضا الضغط على قوى الانقلاب الآن من أجل تحقيق وتنفيذ القرار 2216. إذن الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسلي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في حلقة اليوم، كما هو شكر موصول لكل السادة المشاهدين الذين تفضلوا بمتابعتنا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.